أكد السيد رئيس الحكومة في كلمته على دعوة الوزراء وأعضاء الحكومة للعمل على الأرض وتكثيف الزيارات لمختلف مناطق المملكة والوقوف على سير تقدم المشاريع والبرامج المقررة والمعلنة والعمل على تفعيل المشاريع التي تعرف حالة تعثر. وشهد المجلس نقاش حول ضرورة اعتماد مخطط تنفيذي للبرنامج الحكومي في أقرب الأجال والمنهجية التي ستؤطر ذلك، باعتبار أن السيد رئيس الحكومة أكد أن هنالك توجيهات صارمة بمتابعة المشاريع التي يقع الالتزام بها على الأرض، وأن يعلن عن برنامج عملي وفق جدولة زمنية محددة لمختلف القطاعات الحكومية وعلى مستوى مختلف مناطق المملكة. كما أكد السيد رئيس الحكومة في كلمته على أنه بخصوص إقليم الحسيمة، فإن الزيارات الوزارية ستتوالى من أجل الوقوف على سير تقدم المشاريع بموازاة الزيارات التي ستتم إلى مختلف مناطق المملكة. وأكد على أنه على مستوى الإقليم فإن ثلثي المشاريع انطلقت، وأن الآجال التي قررت للمشاريع سيقع احترامها وربما في بعض الحالات بشكل متقدم ومبكر بالنظر للآجال التي أقرت، وأنه ستكون هنالك مبادرة في القريب. كما وجه السيد رئيس الحكومة في كلمته دعوة إلى رجال الصحافة والإعلام من أجل التأكد من الأخبار والحرص على تقديم الرأي الآخر، ودعا الوزراء إلى التفاعل مع الاتصالات ومطالب رجال ونساء الإعلام والصحافة بخصوص المعطيات التي يسعون إلى الحصول عليها، وأن يكون هنالك استعداد على مستوى مختلف القطاعات الحكومية من أجل التواصل وإعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة والرد على الإشاعات بهدوء وعدم الاستجابة للاستفزاز.